اللعبة تاعو. باش نجمو تعيشو تسعة من الناس في بيت واحدة؟ ما لقينيش، طاحت علينا، كنا نسكنو في دار طاحت علينا. عرفت انا وبابا حبي يخرجني من هنا ولقيت ونبش كيف يخرجك؟ ما بين نزوليتي ونقعد بين حتى في الشارع ما لقيتش من نقعد. شو نمشي وليت نرك على ساقي باش نقولوا يا بابا خليني بعديك حتى نلقى حل. احنا توا في باب الخضرة نبعدوا بضع المترات على وسط البلاد، تحديدا في نهج حمام الرميمي. والحقيقة تفاجأت أني نلقى تسعة من الناس يا جماعة يعيشوا في بيت واحدة في الظروف هذه. في يعني الحقيقة ما لقيتش ما نقول. عسلامة، كان تحكي لي شوية على حالتك. حالتنا صعيبة ياسر، ظروفنا تعب. كيفاش نجمو تعيشو تسعة من الناس في بيت واحدة؟ ما لقينيش، طاحت علينا، كنا نسكنو في دار طاحت علينا. جينا جارنا زين تاع اللي يبيع في الفروشات جابنا لها سكن. يا جماعة واحد بركة ما ينجمش يعيش فيها بيت واحدة، معناتها فهم بالك تسعة من الناس، أنا وأمي وبابا وخويا الكبير. وين الطيب وش تعمل بالضبط؟ معناها طيب هكا غاديك اي، وبابا وخويا يرقدوا لهنا نحنا نرقدوا لهنا. ما بعرفكم. ما بعرف راجلك وين؟ لا راجلي بعيد علي. كيفاش انا طلقته؟ لا ماشي مطلقه، بعيد علي، انا متفصله انا وياه متعاركي. وليداتك الكل معاك هكا ولا قداش عندك ولاد؟ عندي ثلاثه. اي وهذه اللي معاك؟ وهذه وولدي هذاك. عندي اختي اخرى عندها كان بيبي، وعندها كطفل هذاك برك زاد. هي متفصله يا رجل، هي رجلها ميت مش حتى. شنو تعملوا في البرد؟ شنو تعملوا بالضبط معناتها؟ اختي باش مسكرت لهم باش ما يدخلهمش البرد باش ما يقرصوش. نتصورها في الصيف تضيق عليكم البيت خاطر بيت ما نجموش. انا تو خايفه في رمضان كيفاش نعمل، كيفاش ندور، كيفاش نعمل، كيفاش شق فطري. وريني الفريجيدير ترى. هاي هذي عطتها لنا عمتي. امشي يا مريم. هذي قد جابها لنا زي جارنا. هي صح طال في الحومه بالرسمي معناها انا نعرفهم كل راهم يسحقوا كان ذوق. فهمت انا هاني عطار ونعرف العباد ونعرف كل شيء. فهمت ما يستحق هذا حد كله تقول لك ما عنديش وما عنديش وكل شيء. يكثر خيرك ان شاء الله ويكثر منك الناس. هذوما اللي يستحقوا وهذوما بالرسمي اللي يستحقوا يستحق معناها، وحتى معناها انا نحط عليهم اللي هما يستحقوا كل شيء. يا جماعه بالحق ها وش معناها الجار للجار رحمه، ها وش معناها العباد اللي قلوبها بيضه واللي تحب تعاون. بالحق يعطيك الصحه. نحن واحد الخير يا هذاك. احنا زي عندها أزماتيك بيق انفس ما عنديش نهارين هذي تاع السبيطار كانت راقدت لي. شبيه وجهك ساعة؟ لا تعاركت انا وبابا حبي يخرجني من هنا ولقيتني ونمشي. قول لك كل شيء ونمشي. بوكي حبي يخرجك؟ ماذا بين نزوليتي ونقعد بين حتى في الشارع ما لقيتش ونقعد. ما نحبش نمشي لحتى حد، ولادي في دار وحدي، ربي ولادي وحدي، ما نحبش شيء. أنا ما لقيتش وين نمشي، وليت نرك على ساقي باش نقولوا يا بابا خليني بعديك حتى نلقى حل، نلقى حل نزل وليداتي ونمشي على روحي. صغيرين معناتها صغيرين، ما على الأقل كي ما سخفش عليك يسخف على حفاظه هكا ولا. قال لك ليه مع الدرجة أبوك يعني مع السعدني ولا ما قلت وين نمشي ما قلتش وين كمل. جدش أم ساعات يصرف علي ساعات ما يصرفش علي، ساعات أمي تصرف علي تجيب لي وتحط لي. قال لي مع السعدني لا أنتي لأولادك. عندك صغير ديجا لهنا؟ هذاك بتاع أختي صغير بتاع أختي. أنا عندي هذا مكهو واختي بدا معانا تعيش معانا، ما رجلها ميت ما عندها زاد هي وين تمشي. جينا زيف ما قوين نرقدوه
ما نلقاوش. هذه كافيكم انتم مش كافي الضيف. ما عنديش نهارين جاتنا خالتنا ما لقينا وين رقدوها. ما لقينيش حتى مجرية مشينا تسلفنا جرية باش تجيب لنا باش رقدت بحذين. ما لقينيش وين رقدوها. وليدك شنو يقولوا لك؟ قولوا لي يا ماما ماذا بيك دارنا وحدنا نحبوا وحدنا نحبوا كل شيء. أقل شيء ممكن هذايا أنه سقف وحدهم يحميهم معناتها وفرش يقويهم وحاجة يرقدوا عليها على الأقل. ساعات يقولوا لي يا ماما نحب نرقد أنا وأختي نحب نحن وأخواتنا ما نحبش كل واحد بعد على بعضنا. قول لهم ما يستاهلش هاكم بعضكم. ندائك لأصحاب الخير. ندائي لأصحاب الخير يعاونوني حتى على ولادي. أنا مطالبة حتى شيء كاين على ولادي. يقراوا عندي زوز يقراوا وهذه مازالت هذه نوم مره يتسنن لهم باهي اش تعمل لهم في كتبتهم في منطقه يمدوا لي يشري يعاونوا ساعات زي جارنا زي ما يخلينيش جمله واحده خلينيش. ماكلتهم وشربهم منين؟ من عنده هو من عنده هو كما جاش هو انا نزيع. بوك ضربك هكا باش تخرج من الدار؟ اي والله انا هيا لما هنا جيت وطلعت لهنا وقلت له صلي على النبي وكل شيء قلت له صلي على النبي وعملت كي طلعت من الكل بديت خرجت هو وطلعت الصغار باش هم اخويا يرجعوا لهنا وفضيت الحكايه وكاو ان شاء الله ربي. ما عادش فما رحمه في الدنيا ما انت حتى البنت ما عادش تلقى الخير في باها. على غالب هما كان لازم يحبوا يقالك نخرجوا من هنا خاطر بالرسمي مش تاع صغار تتفرج ندي تفرج انا نجي شويه نعاونهم شويه نعمل لك نهبط عباد يعلم بها ربي خليها ذوما صغار مليك هاك مليك هاك مليك ما غاديك ترى المليكه بركه واحد هذاك فهمت مازال اختها هي ومازال واحد وكل فهمت معناها شوفوا شكون يعاونوهم بالرسمي انا نقولها نعاود نقولها لكم راهو ذوما اللي يستحقوا شكون يعاونهم انا نعرفوا معناها الكونديسيون ونعرفوا كل شيء. ندائنا لاصحاب الخير للقلوب اللي تحب تعاون للعباد اللي تتفاعل بالحق للعباد اللي تغزر بعين الرحمه وللعباد اللي مازال فيها الخير. مراه كيما هكا تعبه عندها معناتها اربعه هكا ولا ثلاثه صغار معناتها في بيت وحده يسكنوا تسعه من الناس الحقيقه حاله يلزمها تتعاون ويلزمنا الناس الكل يقفوا معاها. اختها زاده كيف عندها صغيره هذاك وابوها وامها لهنا حاسيلو الكل مع بعضهم معناها كلهم يرقدوا لهنا نقول لهم كيف يقول لي حاسيلو نحطهم الكل لهنا ويبداوا يرقدوا معناها. ما عنديش انا اصلا اسباس باش نتحرك كيفاش يبيتوا فيها اصلا. لا غالب هذه دولتنا هكا حابت وكل شيء يمشي يعاونوا اللي يستحقوا عاونوا هذوما اللي تحكيوا عليهم هما اللي يعاونوهم 22 معناها هكا العباد تعيش مازالت هذوما مستقبل تونس هذوما اللي باش تعيش هكا ومازالت واحد كي راهو هكا هما صغار هكا اش يعملوا من بعد كي يكبروا؟ هاكا يسحقوا حاجة يجيوني أنا يجيو لي أنا نجيهم أي يا خويا ما نعاونوا بعضنا كل شيء نحسوا ببعضنا عذاب هذايا اللي قاعدين يعيشوا فيه.